اعتبرها دي مكان لحظه تحس معناتها تعبر على ديمقراطيه في راس المال. ما نشوفوهاش في برشا منظمات، ما نشوفوهاش في برشا جمعيات، ما نشوفوهاش. ان شاء الله نحافظوا عليها، ان شاء الله معناتها اللي شد المسؤوليه هذه يحس بقيمه غرفه راس المال. مش نجم نحكي برشا، جست حاب نستدعى بحذايا عباد تحبهم برشا وعباد حبيتهم برشا، خويا وعشيري وصديقي الشيخ عبد السلام محفوظ. تفضل بحذايا. خويا وعشيري وصديقي أخ عبد الديب والعابر. عزيزي وعشيري أخ حاج زعيم. أخوي وعزيزي وعشيري أخ نزار داجي. مو مش استدعى أخواتي اللي مازالوا حاضرين، مو جست إن تيتر مارك إن شاء الله معناتها نمسي حتى باش تصير مشاكل. أنا معناتها مسامح العباد الكل، حتى كان واحد غلط معايا مسامح. وحاجة واحدة نحب نقولها، غرفة راس المال إن شاء الله دي موجودة، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن. سلا بحدي أخوي عشيري أخ رمزي تخيل. تفضل. سلا بحدي أخوي عشيري أخ حاتم يوسف. تفضل. سلا بحدي آخر رئيس، رئيس السنين سنة 2014. خدمة اللي خدمتها السنة معناتها أعضاء غرفة راس المال الكل، إن شاء الله عام جاي نشوفوا غرفتنا خير من السنة. ويعطي الصحة. تفضل. ما نحبش نتعدى ما نحبش نمر من غير معناتها ما نستدعى معناتها أكثر إنسان من السنة نحسه معناتها أنا شخصيا وقف معايا وساندني. ديما كل ما كان كنت معناتها نقابة حدايا إنسان معناتها أنا نعتبره رئيس غرفة راس المال مش رئيس غرفة ناس بورقيبة، خويا مثالي. رئيسنا الوطني سنة 2013 رئيس غرفة راس المال. تحية خاصة جدا الأعضاء، وقفوا معي برشا وساندوني في لحظات صعيبة برشا كنا مرينا بها. فما خويا وعشيري أخ فيصل الساحلي كان دعم غرفة راس المال ديما واقف سواء من المدينة ولا معنويين، خويا إبراهيم، إبراهيم بن يوسف زاد كيف في أي لحظة كنا نلقاو، الأخ مختار الكرانتي كيف، خويا محمد إيدي قارة، أخ نادر الساحلي، الأخ محي الدين، الأخ محمد إيدي ملاح. إن شاء الله الأعضاء الكل الباقيين دار الغرفة إن شاء الله نسيت حتى واحد. نحب نقول كلمة واحدة آخر حاجة قبل ما يصورني، آخر حاجة نحب نقولها غرفة راس المال قلتها الكلمة باش نعاودها، فيها رجال ومدام فيها رجال ديما نقول، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن، وإن شاء الله 2014 يكون خدمة 2013، وإن شاء الله ما ناخذوا كان إيجابي وسلبي خليهم التالي ورانا. ونحكي الفرقة ماذا بينا ما عادش نقعد نعاودوا نحكيو فيها ولا نعرفوا فيها ولا كيما قال الأخ عبد الديب.
فوري معناتها كل الحاجات اللي جابيت تعلمناها انا الغرفه عاونتني برشا سنين تعلمت برشا حاجات ونحب نشكر معناتها رؤساء السلفين كل بيسكم حاضرين يعطيكم صحه نسكم ميرسي شكرا فما رئيس جديد كابريتو يا جماعة مثلا والله على ما نقول شيء.